اهلا وسهلا بكل متابعي موقع صدى البلد في تغطيه جديده بنعرض فيها مع حضراتكم كل جديد. الحقيقه ان احنا في ظل متابعه الحدث الكروي الاهم حاليا وهو نهائيات كاس العالم لعام 2022، فوجئ الجميع ببعض المنتخبات المشاركه في كاس العالم ان هي بتهدد بالانسحاب من البطوله. طب ايه السبب وايه العقوبه المقرر تطبيقها على اي منتخب ممكن ينسحب من كاس العالم، وهل فعلا ممكن ان هو ينسحب؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي مع حضراتكم، وكمان هنعرف مين المنتخبات اللي هددت بالانسحاب وليه هددت بالانسحاب وايه هي العقوبة وهل تراجعت ولا لا. تعالوا بينا نشوف كل التفاصيل في تغطيتنا. كشف خبير اللوائح الرياضية المعروف عامر العميرة العقوبة المقرر تطبيقها على أي منتخب ممكن ينسحب من بطولة كأس العالم، وده بعد ما حصل تهديد من بعض المنتخبات بالانسحاب من بطولة كأس العالم، وكان على رأسها منتخب الإنجليزي والدنمارك، ده بسبب قرار الفيفا بمنع ارتداء شارة المثليين. وكتب خبير اللوائح الرياضية عامر العميرة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر إنه في حالة انسحاب أي اتحاد مشارك في كأس العالم في قطر 2022 هيتم فورا تغريمه $500,000، وهيعيد جميع المبالغ اللي تم تسليمها من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ده ليه؟ من أجل الاستعداد لكأس العالم، إضافة إلى إن أي خسائر هيتكبدها الفيفا أو أي طرف آخر جراء هذا الانسحاب. واستكمل خبير اللوائح كلامه وقال: اعتمادا على ظروف الانسحاب بيحق للجنة التأديبية في الفيفا طرد الاتحاد المنسحب من أي بطولات لاحقة. وعلق كمان الاتحاد الدنماركي لكرة القدم على شائعات انسحاب منتخب الدنمارك من بطولة كأس العالم لعام 2022 بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمنع منتخبات أوروبا من ارتداء شارة الشارة دعم المثليين في المونديال، لان احنا زي ما احنا عارفين ان تم منع ارتداء هذه الشارة وهي شارة دعم المثليين داخل المونديال. وده جه بعد ما اكدت صحيفة جلوب سبورت خلال الساعات الماضية ان جاسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم هدد بان منتخب الدنمارك هينسحب من كل بطولات الفيفا، وده بسبب منع ارتداء شارة المثليين خلال البطولة بتاعت كأس العالم. كمان قال ياكوب هويجا رئيس قسم الاتصالات بالاتحاد الدنماركي لكرة القدم في تصريحات صحفية ان بعض وسائل الاعلام فسرت تصريحات رئيس الاتحاد بان الاتحاد هينسحب من بطولات الفيفا، لكنه ما قالش كده، وكمان فسرت التصريحات بشكل خاطئ، وكمل كلامه وقال: نحن في موقف حرج ولن ندعم جياني انفانتينو رئيس الفيفا مجددا، وسنناقش المزيد من القرارات مع بعض الاتحاد الاوروبية. تهديد الانسحاب جه من بعض المنتخبات من كأس العالم بسبب زي ما قلنا ان الفيفا قررت منع ارتداء شارة الوان قوس قزح المخصصة طبعا زي ما احنا عارفين لدعم المثليين، واعترض عدد من الدول على القرار ده، وكان في مقدمة الدول دي انجلترا. ووضح الفيفا ان اللاعب اللي هيصر على ارتداء هذه الشارة سيحصل على بطاقة صفراء في بداية المباراة. وبعد اتضاح جدية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في تطبيق العقوبة بمنح البطاقات الصفراء مع بداية المباريات لمن يرتدي هذه الشارة ومن يرتدي شارة دعم المثليين، أعلنت عدة منتخبات عن الرضوخ لقرار الفيفا بعدم ارتداء هذه الشارة. وبالفعل كانت أصدرت 7 دول على رأسها إنجلترا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، ويلز وسويسرا بيان موحد بعدم ارتداء شارة المثلية في كأس العالم قطر لعام 2022. وبكده نقدر نقول ان تهديد المنتخبات بالانسحاب من كأس العالم كان دون جدوى، وان الفيفا قدرت ان هي تلزم كل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم بالالتزام بالقرار الرسمي اللي اتخذته. وبكده نكون تابعنا مع حضراتكم كل جديد وانتهت تغطيتنا، لكننا مستمرين في متابعة أحداث ومباريات كأس العالم معاكم لحظة بلحظة. بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.